أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين السحر والكهانة؟ السحر غير الكهانة. الكهانة الإخبار عن المغيبات بواسطة الشياطين، وهذا عن طريق الكهان. الكهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم ببعض الأشياء الغائبة، وأما السحر فهو عمل شيء من عمل شيء من النباتات أو من شيء من الغرائب، أو العقد، عقد الخيوط والنفث فيها من شر النفاثات في العقد، هذا السحر الحقيقي. وهناك سحر تخييلي ما له حقيقة، هو ما يسمى بالقمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. العلماء يقولون السحر عبارة عن رقى وعقد وأبخرة وأدوية تركبونها ليحصل منها السحر. نعم.